منذ التقرير الأول عام 2003 لغاية هذا التقرير أبرزت التقارير كلها بأن هناك في فساد مالي وإداري واضح، ولكن إلى الآن لا يوجد مفسدين. معناه أن احنا في البحرين عندنا فساد، النظام يعترف بوجود الفساد ولكن بدون مفسدين يحاكمون أو يعاقبون. مجلس النواب طبعا إلى الآن يتعارك، هل من صلاحياته؟ هل مفترض يشكل لجنة لقراءة التقرير؟ هل ممكن يستجوبون؟ إلى الآن في بينهم اختلافات في الرؤى، وبالتالي لم يأخذ دوره الرئاسي المطلوب في تفعيل تقرير الرقابة المالية. مجلس الوزراء طبعا بعد صدور التقرير وجه الجهات الحكومية بالأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة في هذا التقرير ونقطة، بمعنى بأن الحكومة غير جادة في عملية تحويل هذه التجاوزات والمخالفات إلى الجهات القضائية. فلذلك أنا أعتقد بأن إذا استمر كل سنة إصدار تقرير في كثرة من التجاوزات، في كثرة من هدر المال العام وإضعاف للثروة البشرية، بالذات بعد ما ألحق ديوان الرقابة المالية بالإدارية بالمالية في تركيز على الثروة البشرية والموظفين وإلى آخره، أعتقد بأن المزيد من التراجعات بيصير في قوة الاقتصاد، لأن الاقتصاد هذه ليك، هذه الفساد ليك، وبالتالي قوة الاقتصاد بتبدأ تضعف أمام عدم وجود جدية في اجتثاب الفساد في الاقتصاد. منهجية التقرير من يعني ألقى التقرير العام الماضي التقرير السنة إن الديوان يسرد المخالفات، بعدين يضع التوصيات، بعدين ينشر رد الجهة على التوصيات والمخالفات، بعدين يعقب الديوان على رد الجهة فقط. هذه المنهجية الموجودة في التقرير. التقرير الحالي طبعا أسرد كثرة من التجاوزات في إيرادات الحكومة، يمكن الأخ عبد النبي بيفصل لنا مسؤولية وزارة المالية في إدخال مبالغ ضخمة إلى الآن خارج الخزينة بالملايين، 70 مليون شراء وزارة الكهرباء، 179 مليون دولار مبيعات وقود الطائرات، ألبا 52 مليون دينار فائض هيئة تنظيم الاتصالات لم يدخل في الخزانة العامة. النقطة اللي يعني بتثير القلق بأن في التقارير السابقة كان الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، الوزارات اللي تخالف هذا القانون عدد محدود. في هذا التقرير واضح بأن زادت أعداد الوزارات والجهات الرسمية اللي بدأت تخالف قانون المناقصات، وهذا القانون مهم جدا في عملية ضبط أي فساد مالي إذا بالفعل يفعل، لأن من خلال هذا القانون تمنع العلاقات الشخصية، تمنع الشركات الخاصة من الحصول على المناقصات. فواضح من هذا التقرير بأن في زيادة في عملية عدم الالتزام بهذا القانون. في طبعا كثرة من المباني والمنشآت معفية من الرسوم البلدية دون ما تنطبق عليه شروط الإحفاظ. مجالس إدارات شركة باركو وشركة القابضة للنفط والهيئة الوطنية متداخلة، تجاوزات إدارية كبيرة، أعضاء مجلس الإدارة نسبة غيابهم 50% فأكثر، ومع ذلك يوقعون على محاضر اجتماعاتهم وهذه مخالفة لوائحهم. وكان رد
الجهة المعنية بأن هؤلاء المسؤولين في مجالس الإدارة لديهم مناصب أخرى وبعضهم وزراء، وبالتالي ما عندهم وقت في عملية حضور الاجتماعات، دون أي تعليق بأن ما في في هالبلد إلا هالولد، بمعنى بأن عندنا إحنا كثرة من الكفاءات والثروة البشرية المتخصصة في مجال النفط مهمشين، وكثرة من الوزراء داخلين في أكثر من وزارة وأكثر من جهة وأكثر من شركة حكومية، وبالتالي ما عندهم وقت لمتابعة هذه الشركات. النقطة اللي الديوان تقرير الديوان يعني يركز عليها وهو شيء إيجابي، تركيز على الثروة البشرية، على البحرنة، على الإحلال. يعني التقرير كشف بأن مثلاً في شركة بابكو هناك في كثرة من الأجانب يعملون صار لهم 35 سنة، إلى الآن ما في سياسة بشرية لعملية إحلال بحرينيين محليين. هاي طبعاً يعني النقاط العامة اللي في التقرير، لكن التقرير أهمل أيضاً كثرة من التجاوزات والمخالفات والفساد المالي لم يتطرق التقرير إليه. طبعاً بعد تعديل القانون أبعد ديوان الملكي وديوان ولي العهد والمصروفات العسكرية من رقابة الديوان، وبالتالي رغم أهمية هذه الجهات ورغم موازناته ومصروفاته إلا أن يعني الآن أصبحت الشفافية أقل، ولا يستطيع الرأي العام أو الجهات المختصة الاطلاع على أي تجاوزات في الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد. التقرير رغم وجود لجنة تحقيق في مجلس النواب عن أملاك الدولة ورغم مؤسسات المجتمع المدني كشفت بأن هناك في 65 كيلو متر مربع من الأراضي العامة تم استحواذها من قبل كبار المتنفذين من الأراضي والسواحل، وهذه بالمليارات الدولارات. التقرير لم يتطرق إلى أملاك الدولة البعيدة عن إطار الأصول الرسمية في الوزارات. فضيحة الفساد في ألبا مع شركة ألكوا اللي كلفت الدولة يمكن أكثر من مليار دولار، التقرير لم يتطرق بشكل واسع. فضيحة مكاتب العلاقات العامة الخارجية التابعة للإعلام الخارجي اللي أثيرت بشكل واسع واللي كانت من مهماتها تجميل سياسات النظام القمعية وتشويه سمعة المعارضة في الخارج، وصرفت عليها كثرة من المال العام. التقرير لم يتطرق إلى هذه التجاوزات. استبدال صفقات الطائرات من الإيرباص إلى البوينغ لاعتبارات غير تجارية، التقرير لم يتطرق. غلق خطوط طيران الخليج لإيران والعراق، واللي تصريحات طيران الخليج بأن 35% من أرباح الشركة من هذه المحطات لم يتطرق التقرير للأسباب الغير إدارية أو غير تجارية. النقطة المهمة بأن البحرين في فبراير مارس 2011 مرت بمحطة سياسية وأمنية خطيرة جدا، تم في ضوءها فصل آلاف من مواطنين هذا البلد من موظفين ومن عمال ومن ثروة بشرية متخصصة كالأطباء والمعلمين. وصدر تقرير بسيوني وأكد على يعني عدم قانونية هذا الفصل. التقرير لم يشير لأي مخالفة أو تجاوز في عملية الفصل، ولا كأن هذه المحطة السياسية والمحطة الأمنية مرت على البحرين، وبالتالي في ثغرة
خطيرة بأن أنت تغرير تركز في تغريرك الرقابة الإدارية على مسائل الترقيات في الوزارات الحضور والغياب، وأهملت نقطة جدا مهمة اللي تؤدي إلى تدهور الخدمات الحكومية، تؤدي إلى إضعاف مبدأ المواطنة، وتؤدي إلى هدر للثروة البشرية. ولما تيجي وزارة التعليم وتوظف في حدود أعتقد 3000 متطوع، وما تقارن يا ديوان أهداف هيئة جودة التعليم ومعايير هيئة جودة التعليم في عملية اختيار المعلمين، اللي أنت يعني عندك هدف مدارس المستقبل والمدارس الإلكترونية وتطوير جودة التعليم في ظل فصل كفاءات مقتدرة وتوظيف متطوعين قد يكونون معلمين متقاعدين ولكن يعني ابتعدوا عن عملية ملاحقة التطور المطلوب في السياسة التعليمية، والأمر ذات نفس العملية في وزارة الصحة. في معايير دولية مثل مؤشر الفساد العالمي تطرق إلى الاقتصاد البحريني، وانخفاض التصنيف الائتماني أيضا الدولي تطرق إلى الاقتصاد البحريني وأعطى مؤشرات منخفضة للمؤشر دي، ومع ذلك رغم أهمية أن ديوان الرقابة المالية يأخذ هذه المؤشرات الدولية ويرد كان صحيح، بالتالي يؤكد على أن هذا المؤشر الدولي مؤشر الفساد الدولي ما زال مستمر في وزارات الدولة. النقطة المهمة بأن التقارير السابقة كانت تشير إلى مخالفات وتجاوزات كبيرة، ولكن في هذا التقرير ما في أي إشارة لمدى انتهاء هذه التجاوزات. يعني بمعنى أنا بجيب بس بعض الأمثلة، هيئة التأمينات والتقاعد في تقرير من تقارير السابقة التقرير يقول بأن هذه الهيئة تفتقر لتقييم مخاطر الإدارة لثلاثة مليار دينار حقوق المواطنين. في التقرير ما في أي إشارة هل بالفعل تم تعديل الوضع أو لا. حلبة البحرين دولية في تقرير 2009 يشير بأن خسارة المالية وصلت إلى 86 مليون دينار في ديسمبر 2009، وأن هذه الشركة باعت كل أصولها وأراضيها في سنة 2006 على وزارة المالية بمبلغ 65 مليون دينار ونص، وشرت وأجرت مرة ثانية من وزارة لمدة 90 عام بمبلغ دينار واحد سنويا، وأن هذه شركة في أزمة. هذه من تقرير 2009. الآن ما مصير هذه الشركة؟ إلى أين وصلت هذه الأزمة؟ ما في أي إشارة فيه. في نقطة كانت مهمة في تقرير 2000 على ما أظن 6 أو 7، أشار التقرير إلى سياسات التخصيص، وأكد التقرير بأن يجب على الدولة أن تقوم بتقييم المنشآت والمرفقات كمحطة الكهرباء أو الميناء أو نقل العام، تقييم سياسات التخصيص، القيمة المضافة من التخصيص لهذه المنشآت ولهذه القطاعات. وهذه ضرورة بالنسبة لنا احنا كناس نهتم بالقوة العاملة وبالطبقة العاملة وتأثيرات عمليات التخصيص عليهم، ان مطلوب بالفعل بأن الدولة تقوم بتقييم جدي لعملية سياسات التخصيص اللي نفذت.
هذه في التقارير سابقة، في هذا التقرير ما في أي إشارة لعملية. هل قامت الدولة بعملية تقييم لدراسة القيمة المضافة لسياسات التخصيص أو لا؟ ولذلك أنا أعتقد بأن استمرار الوضع بالشكل الحالي اقتصادياً وحتى سياسياً واجتماعياً لن تؤدي إلى نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية التي اعتمدت ووزعت على الوزارات، ولا الرؤية الاقتصادية ل 2030، لأن من أهم معايير نجاح هذه الاستراتيجيات الالتزام بمبدأ الحكم العادل أو الحكم الرشيد، وهذا معيار دولي يعني معتمد في المؤسسات المالية والنقدية العالمية، وأهم معيار في مبدأ الحكم العادل أو الحكم الرشيد عملية القضاء على الفساد وكشف الفساد والمفسدين، وهذا إلى الآن غايب في هذا الموضوع. أني مداخلتي بما المطلوب، أنا أعتقد يعني أمام فشل مجلس النواب وأمام عدم جدية الحكومة في محاسبة المفسدين والمتجاوزين للقانون، أعتقد أن على ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يقدم خطوتين للأمام. الخطوة الأولى بأن يضيف في منهجيته محور مؤشر تكرار التجاوزات، بمعنى أن خل أمام رأي العام، أمام المسؤولين، أمام بأن والله إحنا في العام الماضي 6 وزارات خالفت قانون المناقصات، هذا العام 12 وزارة، وبالتالي معناه في مؤشر بعدم احترام والتزام بقانون المناقصات، وهكذا على باقي التجاوزات، أساس أنه يكون في مؤشر واضح على مدى جدية التزام الدولة بهذا التقرير وعدم تحويله لتقرير العلاقات العامة. الخطوة الثانية أنا أعتقد اللي يجب على ديوان الرقابة المالية والإدارية الانتقال إليه تفعيل المادة 11 من مرسوم قانون تأسيس الديوان، المادة اللي تتضمن وللديوان صلاحية إحالة المخالفات المالية والإدارية إلى الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توفرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية. ونعتقد إذا قام الديوان من وضع المخالفات، التوصيات، رد الجهة، تعقيب على هذه والمؤشرات تكرار التجاوزات، وبأن هذه المخالفة فيها أدلة بأنها جريمة جنائية، وبالتالي من صلاحية الديوان أن يرفع دعوة قضائية، أعتقد أن هذه خطوة قد تكون مؤثرة على الأقل يعني صغار المفسدين وليس الكبار. وأشكر حسن صوتك.